السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات واجمل بنات في الدنيا. النهاردة يا حبايب قلبي جايبالكم وصفة للبنات وللشباب عشان محدش يزعل. الوصفة بتاعتي النهاردة لعلاج تسوس الاسنان. كتير مننا بيعاني من وجع والام الاسنان، والاغلبية ما بتحبش تروح لدكتور الاسنان، وانا واحدة منكم بحبش اروح لدكتور الاسنان خالص. انا هقولك النهاردة على وصفة رائعة هتحافظي بيها على اسنانك، وكمان هتشلك الجير وهتشلك اي تسوس موجود في الاسنان. بس اهم حاجة خليكي معايا، تابعي الخطوة خطوة واعملي الوصفة زي ما انا هعملها بالظبط. من الوصفات الجميلة اللي هجيب معاكي نتيجة باذن الله. قبل ما اقول وصفتي وقبل ما اقول مكوناتي، متنسيش تشتركي معايا في القناة وتضغطي على زر الجرس عشان كل فيديوهاتي الجديدة تنزلك وتكوني اول واحدة تشوفي فيديوهاتي باذن الله. يلا بينا نقول مكوناتنا بتاعت الوصفة بتاعتنا عشان نعالج الاسنان من التسوس ومن الجير. اول حاجة هحتاجها معايا النهاردة، هحتاج نص معلقة من القرفة ونص معلقة من القرنفل اللي هو زي المسمار ده. انا جايبه لكم قبل ما اطحنه وجايبه لكم بعد ما اطحنته. ده القرنفل ده شايفين شكله، انا هوريه لكم، بيبقى عامل زي مسمار كده شايفينه. لو سمحتم لو ليها اسم تاني في اي دولة تانية ياريت نعرف بعض يعني ونقول لبعض. ده القرنفل اهو، وطبعا القرفة اعتقد اسمها الدارسين، لو لها اسم تاني ياريت برضو نقول يعني اللي عارف يقول لنا لو سمحتم. هنحتاج نص معلقة من القرنفل هنطحنها، يعني احنا نطحنها اهي وجهزاها، ونص معلقة من القرفة ونص معلقة من الملح بتاع الطعام العادي بتاعنا اهو. هنحط المكونات دي كلها على بعض بالشكل ده وهقلبهم، هنقلبهم كويس مع بعض كده بالشكل ده. الوصفة دي ممكن تكفيكي، يعني المقادير اللي احنا عملناها دي ممكن تكفيكي 4 أو 5 مرات، وهقولك تستخدميها كل قد ايه. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان نقول مع بعض هنستخدمها كل قد ايه. طيب انا هحتاج برضو معايا النهاردة هحتاج معلقة من معجون الاسنان بتاعنا اهو، هاخد معلقة واحدة بس شايفين اهو، معلقة من معجون الاسنان بالشكل ده. انا عايزة انزلها كده عشان ايه اعرف اقلبها. طيب هنحط باقي المكونات عشان نعرف نقلب المكونات بتاعتنا كلها مع بعضها. طيب ايه المكونات اللي احنا عايزينها تاني؟ عايزين قطرات من زيت الزيتون وقطرات من زيت جوز الهند. انا معايا هو ادي زيت جوز الهند الاول، خد منه قطرتين، ادي زيت جوز الهند هناخد منه قطرتين اتنين فقط بالقطارة بتاعتي اهو، مش عايزة كتير اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وبرضو هاخد بالقطارة او بالمعلقة بتاعتنا هناخد معلقة واحدة من زيت الزيتون. يعني حاولي تستخدمي كل وصفاتك زيت زيتون بكر، عشان زيت الزيتون بكر جميل جدا يا بنات. هاخد معلقة واحدة معايا من زيت الزيتون اهو، عشان انا معلقتي دي صغنونة. تمام، هبدأ اقلب بقى الوصفة بتاعتي مع بعضها بالشكل ده. هنبدأ نقلبها بقى مع بعضها. يا بنات من وصفاتي الجميلة جدا جدا اللي بتعالج التسوس وآلام الأسنان، وهتخلي رائحة فمك جميلة جدا. طبعا القرنفل غني عن التعريف في الرائحة بتاعته، ممتازة جدا. دي الوصفة بتاعتي دلوقتي بقت جاهزة اهي ان احنا نستخدمها. والله ريحتها جميلة، ريحتها جميلة جدا. يعني بصي هتعطر الفم كمان،
يعني لو الفم طبعا في ناس بتبقى رائحة الفم بتبقى مش لطيفة خالص بسبب الجير او التسوس او الاسنان او تناول السجاير او كده، هتخلي برضو رائحة الفم جميلة. طيب طريقة استخدام الوصفة بتاعتنا دي ازاي؟ هنجيب فرشة الاسنان بتاعتنا وهنغمرها كده في الوصفة بتاعتي، وهشيل منها جزء كده على الفرشة بتاعتي كده، وهبدأ ادعك بقى بيها الاسنان. تبدأي تدعكي بقى اسنانك والضروس وكله من جوه من بره، الفك اللي فوق والفك اللي تحت، ادعكي كل اسنانك ودروسك بالوصفة بتاعتي دي. استخدمي الوصفة دي لا يقل عن 3 مرات بس في الاسبوع، يعني اعملي يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. ولما تلاقي نفسك خلاص بقيتي كويسة، شلت الجير شلت التسوس، استخدميهاش الا مرة واحدة بس كل اسبوعين. يعني انت في البداية استخدميها يوم ويوم، يوم ويومين، وبعد كده استخدميها مرة واحدة كل اسبوعين او كل شهر. من الوصفات الجميلة جدا، وان شاء الله تشيل التسوس وتخلي رائحة الفم جميلة وتشيل الجير. وعايزاكي الجزء اللي يتبقى منك ده هتعبيه في علبة وهتحطيه في التلاجة بتاعتك، هتستخدميه كل يوم باستمرار زي ما انا قلت، يوم ويوم زي ما قلنا كده. ولما خلاص سنانك تبقى جميلة وتسوس يتشال الجير يتشال، هتستخدميها مرة كل اسبوع او مرتين كل مرة كل اسبوعين. دي كانت وصفة النهاردة حبايب قلبي، واتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتعملوها، واستنوني في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. متنسوش اللايك والشير للفيديو، عايزة لايكات كتير قوي قوي للفيديو، وعايزة شير لكل اصحابكم، واستنوني الوصفة الجاية مع جيجي كل حياتي، وهقول لكم على وصفات جميلة جدا الايام اللي جاية، معايا وصفات كتير عشانكم. يلا باي.